السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل خبر جديد وحصري يوصل لكم وتعرفوه أول ما بينزل على طول. قصة المهندس البورسعيدي تم في وفاته بسبب مباراة مصر والسنغال. خبر معنا بيقول نفت قصة المهندس خالد بيومي بمحافظة بورسعيد مساء أمس ما جرى تداوله بشأن وفاة الفقيد الراحل بسبب خسارة منتخب مصر بالأمس أمام السنغال بالمباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية. وأشار محمد بخيت ابن عم المهندس خالد بيومي إلى أن ابن عمته توفى نتيجة أزمة قلبية تحدث للعديد من الأشخاص، مضيفا حالة الوفاة بإرادة الله تعالى ونتيجة أزمة صحية ليست لها أي علاقة بنتيجة مباراة منتخب ولا تفاعله مع المباراة لأنه لم يشاهد المباراة في المقهى. كما تردد حيث انتقل المهندس خالد من المنزل إلى المستشفى عندما شعر بالمرض وحتى لاقى ربه. وفي سياق متصل سدت حالة من الحزن الشديد بين أسرة وأصدقاء الفقيد الراحل، خاصة أهالي مدينة بور فؤاد اللي اشتهر بالسيرة الطيبة بينهم، حيث كان يعمل مهندس مدني وشغل في السابق منصب عضو مجلس إدارة نادي هواة السيد في بور فؤاد.